المواطن المصري، أن البرلمان كل ما يهم المواطن المصري وكل ما يقلق المواطن المصري وكل ما يريح المواطن المصري أمام عيون البرلمان، وهيسعى بإذن الله تعالى إلى أن نكون أمام ثورة تشريعية في دور الانعقاد الثاني هيحس بها المواطن في مجال محاربة التجار الجشعين، لنكون أمام منظومة تحقق العدالة بالنسبة لي، وأن نكون أمام الانضباط بالنسبة للأسعار والعدالة بالنسبة لتوزيع الدعم لمستحقيه، حتى لا يستفيد أشخاص لم أو علة الدعم لم توجد لهم. يعني مثلا البنزين، مثلا بنزين مش معقول اللي بيركب سيارة بمليون جنيه ومش عارفه 8 سلندر، واللي ما بيركب سيارة 128 ده او الاجنبي الموجود يستفيد من الدعم البنزين، لابد ان تكون امام بطاقات، وهذه البطاقات بتحدد حصة محددة للشخص الذي يتلقى الدعم، وبعد هذه الحصة اذا خرج عنها يبقى في هذه الحالة بيشتري بالسعر العادي، يبقى في هذه الحالة بيصل الدعم المستحقيه وبنرشد الاستهلاك. فيما يتعلق بالسلع لابد ان نكون امام هامش ربح، بحيث ان الحلقة الوسطى ما بين المنتج والمستهلك، لان مثلا كيلو الاستفاد دي مثلا في الحقل بيشتريه التاجر بجنيه ب65 قرش، ده في السنة اللي فاتت على سبيل المثال، بيتباع ما بين 4 و5 جنيه. اللي بياخد شاع الفلاح واللي بيمتص دماء المستهلك الوسيط سنة. يبقى لابد ان نكون امام هامش ربح يلتزم به الجميع، بنكون امام سعر اسعار مسعرة ومعلنة، ونوجد عقوبات وعقوبات سريعة وفي نطاق الالتزام بالشرعية الدستورية والإجرائية، عشان ما حدش يغالي ويقول إجراءات استثنائية، لا محاكم عادية ومحاكم